التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام عبر قناة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي العظيم، أعضاء الأجهزة الفنية المختلفة. أحييكم من معقل النادي الأهلي في الجزيرة، وعقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020. الحقيقة إنه هذا المجلس كان حاضرا في مقر النادي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لرئاسة هذه الجلسة المهمة التي تمت ولأول مرة في تاريخ النادي الأهلي عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس. كل السادة أعضاء مجلس الإدارة شاركوا الحقيقة من خلال المنازل، اتساقا وعملا بفكرة التباعد الاجتماعي، واتساقا أيضا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار كورونا فيروس. نسأل الله السلامة. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة ومؤسسة وطنية، حريص على التناغم والتماهي مع كل جهود الدولة في هذا الإطار من أجل أن نعبر هذه المحنة وأن تعبرها الإنسانية جمعاء، لأنها حالة استثنائية وطارئة. من هنا كان قرار الكابتن محمود الخطيب أنه يعمل الاجتماع الحقيقة مع السادة أعضاء مجلس الإدارة باستخدام هذه التقنية، ولأول مرة أيضا في تاريخ النادي زي ما ذكرنا لحضراتكم. هذا الاجتماع صدر عنه مجموعة من القرارات، كان بدايتها الحقيقة هو تثمين مجلس الإدارة لكل الجهود المبذولة سواء من الدولة المصرية كل أجهزتها الحقيقة لمواجهة أثار وانتشار وتبعات هذا الفيروس اللعين اللي بيهاجم كل البشرية. وكان في الحقيقة تقدير وتثمين لجهود وزارة الصحة وخاصة الأطقم الطبية من أطباء وممرضين ومعاونين على جهودهم الكبيرة اللي بيبذلوها سواء في المستشفيات الخاصة بالعزل أو مستشفيات الحميات والمعامل المركزية ومستشفيات الصدر أيضا اللي بتستقبل يعني الحاملين لهذا الفيروس. نسأل الله أن يديم يعني رعايته وحفظه لهذا البلد ولكل الإنسانية، وأن يتخلص قريبا من هذا الوباء اللعين. أما فيما يتعلق بقرارات المجلس اللي تم اتخاذها عن بعد زي ما قلت لحضراتكم، فهو استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق المقر والفروع المختلفة للنادي لمدة أسبوعين آخرين، اتساقا أيضا مع قرارات السيد رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار ومع الدولة المصرية من أجل يعني عدم توفير بيئة حاضنة لهذا الفيروس، لأنه سلامة الأعضاء واللاعبين المشاركين في كل النشاط الرياضي وجمهور النادي الأهلي تأتي في المقام الأول بكل تأكيد. أيضا وده تاني قرار الحقيقة، تم تكليف السادة أعضاء مجلس إدارة من قبل رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بأن كل عضو من أعضاء المجلس يشتغل على ملف معين فيما يتعلق بتنمية الموارد وتقديم تصور في خلال 10 أيام لكيفية مواجهة تبعات تعليق النشاط وتوقف الحياة بشكل كامل رياضيا، سواء بالنسبة للمدارس المختلفة، للعبات اللي بتشارك في مسابقات مختلفة، الفرق الأولى لكل اللعبات الجماعية والفردية. السادة أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة خبرات كبيرة جدا ومتنوعة ومجموعة من القمم في مجالات مختلفة، وبالتالي لما بيشتغلوا على دراسات من هذا النوع يكون في أفكار خلاقة ومبدعة تقدر تساعد النادي على مواجهة هذه الأزمة كجزء من الأزمة اللي بيواجهها الوطن، وكجزء أيضا من الأزمة اللي بتواجهها الإنسانية، وهي يعني أزمة صحية وأخلاقية بالأساس لها تبعات اقتصادية بكل تأكيد على الحياة واستمراريتها. لكن كلنا ثقة في أنه العالم سيعبر هذه الأزمة بإذن الله، ومصر في المقدمة بفضل الإجراءات التي يشار إليها بالبنان الحقيقة اتخذت على كافة المستويات ونجحت نجاح منقطع النظير، بقي توفيق المولى سبحانه وتعالى. أيضا وده قرار ثالث لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم تكليف الإدارة التنفيذية السيد مدير النشاط الرياضي، السيد مدير الكرة، مدير النشاط الرياضي طبعا الكابتن رؤوف القادر، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، الكابتن خالد بيبو مدير الأكاديميات. الحقيقة أنه كل في مجال عمله وفي قطاعه المسؤول عنه أنه يقدم خطة وتصور ورؤية تتعلق بعلاج توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة اللي ما نعرفش الحقيقة ممكن تستمر لقد إيه، لأنه في تقييم سواء على مستوى الدولة
والنادي جزء من الدولة، وهو متسق تماما مع هذه القرارات بعملية الغلق أو تعليق النشاط الرياضي. بالتأكيد بيكون في تبعات، في لاعبين ما بيتمرنوش، في أجهزة فنية، تم التشديد الحقيقة على النشاط الرياضي، الأجهزة الفنية، فكرة متابعة اللاعبين، الحفاظ على أوزانهم، على مستوياتهم، يعني كل ده هيتقدم لمجلس الإدارة وهيعتمدوا في جلسته المقبلة، وهذه القرارات يعمل بها لغاية 15 إبريل المقبل إن شاء الله. يعني المجلس سيعيد تقييم الأمور في غضون أسبوعين، يعني يوم 15 إبريل بإذن الله. حضراتكم عارفين، يعني كان مفترض أقول لحضراتكم أنه في البداية دايما بيكون في التصديق على مجلس الإدارة السابق، لكن ده تم الحقيقة، وتم أيضا الحقيقة اعتماد ومناقشة مجموعة قرارات متعلقة بالنشاط الرياضي، وزي ما قلت لحضراتكم فكرة التشديد على الأجهزة الفنية باستمرار متابعة اللاعبين، لأنه سلامة اللاعبين، سلامة الأطفال، الأعضاء، الممارسين، جمهور النادي الأهلي هي غاية عظمى بيسعى عليها مجلس الإدارة في إطار معايير الصحة والسلامة، ودي معايير الحقيقة متعارف عليها وضعها الدولة، والنادي بياخد بيها أيضا طبقا لاشتراطات الصحة والسلامة الموجودة عنده وباهتمام بالغ الحقيقة. يعني هذه كانت مجموعة قرارات صدرت من خلال هذا الاجتماع اللي تم للمرة الأولى زي ما قلت لحضراتكم باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، عملا بمبدأ التباعد الاجتماعي. فقط كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة موجود في قاعة مجلس الإدارة في الجزيرة، والسادة الأعضاء موجودين كلهم في منزله أو في مكتبه إذا كان عنده شغل.